السلام عليكم شباب، وياكم مرتضى الجليحاوي. واليوم عندنا فتح صندوق لجهاز الجالكسي A30. طبعا هذا الجهاز ولو متأخر فتح الصندوق والشرح عليه او شرح مواصفاته، لكن حبيت اذكركم مواصفاته وعيوبه واجربها وانقل لكم بشيء مختصر شنو مواصفاته وشنو عيوبه. يعني هذا الجهاز مع سعره مع مواصفاته ياهو الأجهزة الموجودة القديمة أو أكثر الأجهزة القديمة الموجودة به، شنو البديل عن لهذا الجهاز مع المواصفات والسعر. اليوم راح أراويكم فتح الصندوق الجالكسي A30، شاشة مقاس 6.4 فول HD بلس من أموليد، مع المعالج اللي راح أذكر لكم إياه بالمراجعة الكاملة شنو نوع المعالج. راح ننزل برنامج واعرف المعالج الموجود بهذا الجهاز مع الذاكره العشوائيه 4 جيجا مع ذاكره تخزين 64. نفتح صندوق لجهاز الجالكسي A30، لكن قبل لا نفتح هذا الجهاز فيتنامي لون ابيض. لكن لو ناتي للمواصفات، المواصفات البطاريه 4000 ملي امبير، دو كاميرا من الخلف مع اليو انفينيتي الشاشة LTE، مع يقول لك هاي الاحجام الجهاز، الشاشة فول HD من نوع سوبر اموليد، الكاميرا 16 ميجا بكسل زائد 5 ميجا بكسل، الخلفية طبعا لما الكاميرا الامامية 16 ميجا بكسل، الذاكرة الداخلية 64 و4 رام. هذه المواصفات بالعربي الموجودة، هيك اشياء بسيطة ذكر لك اياها بالعربي. هذا كل الموضوع. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Ha! Have no regrets, yeah, I'll tattoo my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and fight and die for the things you know you الوجه. ولا ذني هن انماط القفل للشاشه، لكن بصمه الوجه غير امنه، فاللي عنده اشياء يخاف عليها من الجهاز لا يخلي بصمه وجه. هذا هو الجهاز A30. ان شاء الله عجبكم الفيديو، راح اسوي له مراجعه كامله، شنو اللي عجبك شنو اللي ما عجبك قل لي بيه ان شاء الله. طبعا هذا الجهاز راح اجربه لفتره من الزمن واشوف شنو اكثر عيوبه، لان مواصفاته كلكم تعرفونها، واشوف اكثر عيوبه خاصه بلعبه بوبجي. فانت اذا عندك اي سؤال اي استفسار، حاب تشتري او ناوي تشتري هذا الجهاز او تريد تعرف اكثر عنه معلومات مع التجربه بهذا الجهاز، اذكر لي شنو سؤالك او شنو تريد اوضحه بالمراجعه الكامله، وان شاء الله حاوضح لكم اياه بشكل مفصل عن هذا الجهاز، كذلك البصمه والشاشه ولعبه بوبجي، اداءه بشكل عام والشاشه،
راح تكون مع صرفية الشحن والبطارية راح تكون كلها بالمراجعة الكاملة إن شاء الله. فأنت إذا عندك أي سؤال أي استفسار اذكر لي بالتعليقات وإن شاء الله راح أجاوب عليك أو أذكره بالمراجعة الكاملة. بنهاية الفيديو إذا عجبك الفيديو اضغط لايك، إذا ما مشترك بالقناة اشترك بالقناة. جاكم مرتضى الجليحاوي وفي أمان الله.